إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بداية ولها نهاية، فمن صاحب الأمر في البداية والنهاية؟ من هو الأول الذي لا شيء قبله؟ ومن هو الآخر الذي لا شيء بعده؟ ومن هو الظاهر الذي لا شيء فوقه؟ ومن هو الباطن الذي لا شيء دونه؟ إنه الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فتح الله على عبد باب طاعة فهذه نعمة، وإذا من عليه بقبول هذه الطاعة فهذه نعمة، وإذا فتح عليه باب طاعة أخرى جديدة فهذه نعمة، وإذا شكر العبد نعمة الله فتح لنفسه باب المزيد. وعلامة قبول الطاعات هو التوفيق بعدها لطاعة من بعد طاعة، وحسنة من بعد حسنة، وخير من بعد خير، وهكذا يظل الخير موصولا حتى الممات، فلن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وهذه وصية الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، بالثبات حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. الله تعالى لا يريد للطاعة أن تكون مواسم، فالمؤمن الموحد ليس رمضانيا ولا شعبانيا ولا رجبيا، ولكن المؤمن الموحد يجب أن يكون عبدا ربانيا، الطاعة والعبودية لله في كل وقت وزمن وحين، من اليقظة إلى المنام، ومن أول العمر إلى منتهى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بدأ رمضان وانتهى، والأعمال في صحف مختومة تصعد بها الملائكة إلى ربها. أعمالنا قد أحصاها من لا ينساها، وسيأتي يوم تفتح هذه الصحائف، ويأتي الأمر من الجليل الأعلى لكل واحد منا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل أعمالنا التي سطرناها في صحائفنا فسرنا حينما نقرأها بين يدي الله يوم القيامة؟ هذا ما نؤمنه ونرجوه من الله، أن يكون رمضان شاهدا لنا لا علينا، وأن يكون شفيعا لنا بين يدي الله، لا أن يكون خصما يشكون إلى الله على تقصيرنا وتفريطنا وتضييعنا لأمر الله. ولله ضر القائل: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. اللهم أكرم هذه العيون
برؤيا الرسول يوم القيامة، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. إن الله تعالى كريم، ونحن ولله الحمد قد مضى رمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعلامة القبول أن يرزقنا الله الديمومة والاستقامة على الطاعة، فإن القلوب قد ذاقت حلاوة الإيمان وترطبت الألسن بذكر الله. وعلامة قبول رمضان هو ما زرعه فينا من همم عالية وتوبة نصوح وعزيمة صادقة على الثبات والاستقامة والرغبة في الخير إلى الممات. وبرهان ذلك كله أن نتبعه بطاعة، وهي التي دلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لا نريد أن نضيع ما جمعناه من أجور الطاعات في رمضان بالتهجد والقيام في الغفلة والعصيان، ولكننا نريد أن نحفظ ما جمعناه وما جمعناه. فيا من أبرمتم العقود والعهود في قلوبكم على طاعة ربكم، أوفوا بعهودكم مع الله. يا من عمرتم المساجد في رمضان بالصلاة والتهجد والقيام، لا تهجروها بعد العمران. يا من رصدتم الألسن بذكر الله وقراءة القرآن، لا تهجروا القرآن بعد رمضان. فالله يحب أن يرى عبده حيث أمره وأن يفتقده حيث نهاه. إمامنا وحبيبنا وقدوتنا إلى كل خير يدلنا على الله ويقربنا من رضوانه هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكان من سنته الديمومة على الطاعة فلا يمل ولا ينقطع. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 15 ركعة. وروى مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ما هي ثمار الاستقامة؟ أول ثمرة أن المستقيم محبوب عند الله، يباهي به ملائكته ويضع له القبول في الأرض. فالعبد المستقيم لا يعبد الله على حرف، ليس عبدا للمصلحة. إن قضيت حاجته صلى وصام وعبد واستقام، وإن قدر عليه رزقه أو قدر عليه رزقه وضيق عليه معاشه فرط وقصر وضيع حق الله، ولكنه عبدا لله في كل حال لا تغيره الأزمان والأحوال. مستقيم في العسر واليسر، في الفقر والغنى، في الشدة والفرج، في جميع الأحوال هو مستقيم. فالاستقامة خير من ألف كرامة، والله تعالى أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، والله يباهي به ملائكته ويضع له القبول في الأرض. فيحبه ربه ويحبه جبريل ويحبه الملأ الأعلى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن ثمار الاستقامة قبول الدعاء وتفريز الكروب والشدائد. قال صلى الله عليه وسلم:
فيما رواه احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الفرج مع الحرب، وان الصبر وان النصر مع الصبر، وان بعد العسر يسرا، او كما قال صلى الله عليه وسلم: كم من ضائقة لا يرى الانسان لها مخرجا وقد فرجها الله برحمته، كم من عسر نزل بالانسان فجاء الله تعالى باليسر بعد العسر، ولن يغلب عسر يسرين. ومن ثمار الاستقامة التوبة، طهارة القلوب من النفاق، وزيادة الايمان، وحسن الخاتمة. والاستقامة على الطاعات اكبر دليل على حسن الخاتمة. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، فمغفرة الخطايا من ثمار الاستقامة. وروى ايضا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وروى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. قد يزداد الايمان بالطاعات، وقد يزداد القلب طهارة بهذه الاعمال الصالحة، ولكن اين من يثبت ويدوم على ما وصل اليه من هذا الخير وتلك الطاعة؟ رمضان قد فرغ وانتهى، ولكن هل فرغت خزائن رحمة الله وجوده وعطائه؟ ان عطاء الله لا ينقطع، ورحمة الله واسعة. وعلى من ذاق حلاوة الايمان والطاعة ان يثبت على هذا الخير، وان لا يمل منه، وان لا يشبع منه حتى يأتيه الموت، حتى اخر نفس يتردد في الصدر. احد الصالحين عند الاحتضار وجدوه يبكي، قالوا: ما يبكيك؟ قال: لا ابكي على دنياكم، ولكنني ابكي لان المصلين سيصلون ولن اكون فيهم، والصائمون سيصومون ولن اكون فيهم، والمتهجدون سيتهجدون ولن اكون فيهم. هذا هو ما يبكيه. نعم، رمضان قد مضى، ولكن خزائن الله تعالى وفضله وكرمه واسع لا ينقطع. وعلى المسلم الا يحرم نفسه من خير. فيا من ابرمتم العقود في قلوبكم مع الله ان تطيعوه، لا تنقضوا عهودكم مع الله. كالذي اكمل بناءه بعد تمامه فهدم، او كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انشافا، ولكننا نريد ثباتا الى الممات. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ابن عباس ان ابا بكر نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابيضت فيه شعرات، فقال: يا رسول الله، قد شبت. قال: اجل، شيبتني هود والواقع والمرسلات. وفي رواية: شيبتني هود واخواتها. قيل ان اشد آية في سورة هود كانت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي قول الله تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما فقرب اليه طعامه فبكى، وقال: لقد كان مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في احد، يوم قتل عليه بردة قصيرة، ان غطينا رأسه بانت قدماه، وان غطينا قدماه قدميه بانت رأسه، وخرج من الدنيا وعليه بردة قصيرة لا كفن له، ثم فتح لنا من الدنيا ما فتح، فبكى حتى ترك الطعام. هل تدري مصعب كيف كان ثم كيف اصبح؟ شاب وسيم جميل مدلل، ثيابه اغلى الثياب، وعطوره من انفس العطور،
وهيئته اجمل هيئة، وامه تدلله وتنفق عليه بلا حدود، دلال وطرف ونعمة، ولكنه دلال بلا هدف ولا حكمة ولا غاية. لما اشرق الايمان في قلبه لم يلتفت ولم يتردد، ضحى بهذا النعيم المزيف الموهوم، وبان كان بين يديه طريقين فاحسن الاختيار. منعته امه من هذه النعمة فضحى بهذا النعيم، هاجر الى الحبشة فرجع، وكانت قد اخلولقت ثيابه وشحب لونه، فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة قصيرة قال: لقد رأيت هذا الشاب وابواه يغذيانه بافضل الطعام والشراب في مكة، فانظروا الى اي شيء افضى به حب الله ورسوله. من اراد ان ينور الله قلبه بالايمان فلينظر الى مصعب بن عمير. اصبح مصعب مظهرا للايمان الذي ينظر اليه يزداد ايمانا. كان الصحابة يقولون: كنا نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي امثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيا من عمرتم بيوت الله في رمضان لا تبدلوا تبديلا، يا من جالست العلماء وزعمتهم بالركب في حلق العلم لا تبدل تبديلا، يا من حافظت على الفرائض لا تبدل تبديلا، يا من عاهدت الله على صدق التوبة لا تبدل تبديلا، يا من ذرفت دموعك في ليلة القدر ترجو من الله العفو عنك ويجعل عنك عتقائه من النار لا تبدل تبديلا، يا من رطبت لسانك بذكر الله وقراءة القرآن لا تبدل تبديلا، ايها الموحد لا تبدل تبديلا، على ما عاهدت الله عليه من الاستقامة استأنس بالله واستأنس بذكره واستأنس بكلامه واستأنس ببيوته حتى تلقى الله تعالى على خير العمل. توبوا الى الله واستغفروه فالتائب حبيب الرحمن، ويا فوز المستغفرين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم، عيون الصالحين على حسن الخاتمة، فالعبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ومن بركات الاستقامة والمداومة على الطاعات حسن الخاتمة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. البشريات تأتي للمؤمن في أحلك لحظات حياته، عند الاحتضار حينما تصل الروح إلى الحلقوم وهو يعاني من سكرات الموت. ووالله الرجل الحكيم يتحير عند ذلك المصرع: اللهم هونه علينا. في هذه اللحظات تأتيه الملائكة بالبشريات أنه قد نجح وأنه قد فاز وأنه قد نجا، لا خوف عليه بعد اليوم ولا تعب بعد اليوم. وعلى مد البصر تشريفة ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة ينتظرون ملك الموت أن يفرغ من قبض روحه، ما أن يفرغ منها لا يضعونها في يده طرفة عين، ولكن يضعونها في ذلك الكفن والحنوط من الجنة، فتخرج إلى السماء كأطيب ريح مسك على وجه الأرض. هذه هي البشريات. إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من عبادك الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا اغنى عبادك بك واخر عبادك اليك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. اللهم انا نسألك الرضا والقبول وحسن الختام. اللهم اكشف الكرب والبلاء عن جميع المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنت أحق من عبد، وأكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأرأف من فلك. اللهم إنا نسألك الله. اللهم إنا ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك الرحيم، وندعوك البر الرحيم، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا. اللهم ارحم مصرعنا عند الموت. اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اصلح فساد قلوبنا، واعذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا محمد واله وسلم، واقم الصلاه.